ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم رن. فيلم رن ده فيلم من بطوله ساره بولسون. ده التريلر لسه نازل امبارح، اول امبارح تقريبا، امبارح على ما اعتقد. ومعانا بيشارك مع ساره بولسون في البطوله كيرا الين وبات هيلي. معانا المخرج بتاع الفيلم اللي هو انيش جاجانتي، نفس المخرج اللي كان اخرج فيلم سيرشنج. وطبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، فهتفرج معاكم دلوقتي على تريلر فيلم رن اللي هينزل السنه دي لاول مره. يلا بينا. You do everything for me. You teach me. I'm your mom. It's my job to take care of you when you need me, and you need me. Are you okay, Mom? Of course I'm okay. فيلم سايكوباتي برضو، شكلها كده. مش عارف ام تقريبا ضربة او رايحة منها من الاخر يعني. في اكيد سر وش، طبعا ده اللي اتفهم من التريلر. في سر هي الام محتفظة بيه، هي هنحاول نعرفه في محاولتنا للفرجة على الفيلم. تفتكروا ممكن تكون دي هي بنتها، ولا هي غيرتها، ولا هي هل فعلا بنتها، والكائن اللي احنا شفناه في الاول ده كان بنتها ولا كانت بتحلم بيه؟ تو ماتش يعني، في حاجات كتير قوي سسبنس عايزين نشوفها في الفيلم ده. الفيلم شكله حلو على فكره، مش شكله وحش. هينزل في 8 مايو في امريكا، هينزل في عيد الام. يعني فيلم زي ده هينزل في فيلم في عيد الام، الله. بس ما عنديش اي حاجه اقولها على الفيلم. يعني نسبه ترقبي للتريلر، هو ده تريلر يعتبر، تيزر مش تيزر، يعتبر تريلر قصدي. نسبه ترقبي للفيلم يعني الفيلم رن 7.5 من 10 ممكن. التيزر بتاع فيلم عوده يونس، اللي يونس العارف، التيزر اللي كان قبل ده، انا ما قلتش الترقب بتاعي، علشان تقريبا احنا ما شفناش حاجه في التيزر. يعني عشان الناس تقول ممكن انا سقطت ان انا ما قلتش ترقب او ما قلتش اي حاجه على الفيلم. ما قلتش ترقب اصلا كام من 10، لان ما شفناش تقريبا اي حاجه في التريلر. تقريبا شفنا بتاع 40 ثانيه ولا حاجه زي كده، ما شفناش اي حاجه. فترقب بناء عليه، فانا هستنى التريلر احسن عشان اقول الترقب بتاعي هيبقى كذا. بس هنا الترقب بتاعي في فيلم رن هيبقى 7.5 من 10. سارة بولسون، انا عن نفسي بحب سارة بولسون جدا من ايام مسلسل امريكان هورور ستوري. ما اعرفش هي لسه مكمله في المسلسل اصلا ولا لا، بقالي كتير قوي مش متابعه. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.